سبور إكسبرس. مساء النور، مساء الخير، مرحبا بكم في اخر نشراتنا لليوم. نشرة باش نحكيو فيها على نهائي كاس العرب، وطبيعة كي نحكيو على نهائي كاس العرب نحكيو على اخر الاخبار. جينا مباشره من الدوحه من مبعوث موزايك اف ام الى الدوحه. مكي مرحبا بك. مرحبا احمد، مرحبا بالمستمع فينا. لكل الاسف وفات مغامره المنتخب الوطني التونسي في كاس العرب في مرتبه ثانيه، ومنتخبنا خسر الدور النهائي اليوم في الحصص الاضافيه ضد المنتخب الجزائري. هدف كان من امير سعيود، ومن بعده هدف اخر قاتل في اخر الحصص الاضافيه من ياسين ابراهيمي في مقابله ما فماش كلمه اخرى تعبر عليها، كان بخلاف شويه اليوم بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. حتى منظر الكبير يقاسمنا وجهه النظر هذه. كلامك صحيح خويا مكي، اللي شويه والملاعبيه كي تجي تشوف تقيم اللي كانوا ما تدخروا حتى قطره عرق وعطاوا لو ماكسيموم، مشاو للاقصى نتاعهم فرديا وجماعيا. شوف الكره نتاع نعيم سليتي، شاط لولاني، كره سيف الدين الجزيري في الاخر، البوتو نتاع بلال العيفه، والعديد من الفرص الاخرين اللي كنت تجم اقل شيء تدخل كره منهم، ما توفقناش. في المقابل المنتخب الجزائري نجح باش على تسديده خارج 16 متر باش ياخذ الاسبقيه، في مقابله اللي كانت حماسيه ومقابله كانت متوازنه. اكيد المنتخب اللي باش يسجل الهدف الاولاني هو اللي باش ياخذ اسبقيه كبيره، بالرغم اللي احنا قبلنا هدف بعد جاونا زاد عده وضعيات ما تمكناش باش نرجع على مستوى النتيجه. اللي يشوي اكثر الجماهير اللي جات، كنا نتمناو باش نفرحوهم، كنا نتمناو باش نهديلهم اللقب هذا. نفس الشيء الملاعبيه اللي ضحاوا وعطاوا لو ماكسيموم من اول مقابله حتى لاخر مقابله. ربي ما كتبش الغالب، ربي ما كتبش الغالب كما كان يحكي منظر الكبير. ماكي كنا قراب برشا من الخروج بنتيجه المباراه حتى قبل نهايه الوقت القانوني، سواء راسيه بلال العيفة في اول مباراه على العارضه، سواء فرصه نعيم سليتي، او ايضا فرصه سيف الدين الجزيري في الدقيقه 90. بالضبط كنا نجم نقتلوا المقابلة حتى من الشوط الأول حتى قبل الدقيقة 90، لكن المنتخب ما استغلش الفرص هذيا اللي ضاعت. تضيع الفرص والدور نتاعو في الدور النهائي اليوم علق عليه كابتن المنتخب يوسف المنتيك. مبروك الجزائر، أرض لك تونس، الحمد لله. يعني اليوم قمنا عملنا كل شيء، الغالب ما حبتنيش الكرة باش نمركي. فرحنا التوانسة في البيريود الأخرى كل، إن شاء الله يا ربي مزاد عنا توا كوب دافريك، إن شاء الله ندخلوا بها بالباب الكبير ونفرحوا رواحنا ونفرحوا التوانسة إن شاء الله. والله الفرص إضاعت الفرص تخني في اللعبة، معناها تنجم كيما تمركي كيما تضيع. اليوم ما حالفناش الحظ لا غالب، معناها شفتوا الجزائر تصور شوط ثاني والبرونغاسيون الأولى والثانية شاطوا شوطة واحدة مركيها، معناها الله غالب. هذه الكرة نتعلموا منها، عملنا كومبيتيسيون باهية ونتعلموا، مازلنا نتعلموا في حاجة باهية توصل فينال، نتعلم من الفينال. اليوم وصلنا للفينال وما سهلش ربي باش نزلوها، إن شاء الله يا ربي المرة الجاية. إن شاء الله يا ربي المرة الجاية. يا مكي كيف زاد يظهر لي الهدف الحقيقة اللي جاء خالي كيما يقولوا برشا اجمعوا كونه ثم خطا في التمركز من معز حسن، ولكن ما ينحيش الميريت نتاع البونتو اللي سجله صعيود. بالضبط، صعيود اللي قبلها كان ضيع فرصه تريسك راس معناها، لكنه بعد برشا توفيق وزاد برشا خطا زاد من حارس المنتخب معز حسن. امير صعيود اللي منح لقب اليوم للمنتخب الجزائري، تحصل على جائزه احسن لاعب في المقابله، كنا حكينا معاه بعد الماتش في التعليق نتاعو. الحمد لله يا ربي، سيناريو يعني رائع بالنسبه لي انا، هذا افضل سيناريو في مسيرتي الكرويه، خصوصا اني ما شاركتش في اخر اربع مباريات. يعني كان الريتم دو ماتش يعني طالع، كان ريتم عالي، دخلت في الماتش بشويه الحمد لله، كنت حاسم وفرحت الشعب. يعني فراب دو بال كروازي الحمد لله، يعني توفيق من عند ربي سبحانه، وراني فرحان بالهدف اكيد. يعني انتهت المسابقة مكي، روحنا ب3 مليون دولار لقيمة الجائزة المالية، مهمة جدا. روحنا بالحذاء الذهبي لسيف الدين الجزيري اللي كان سجل 4 أهداف وأفضل هداف في الدورة هذه. روحنا باكتشافات أخرى كما حنا بع المجبري، كما محمد أمين بن حميدة، كما برشا حكايات أخرين. شنو اللي بقى من تخطيطك الماراثونية اللي دامت أكثر من 3 أسابيع تقريبا لكأس العرب مكي؟
تقريبا احمد اللي بقى كان النقاط الايجابيه على الاقل نقولوا بكل صراحه يعني قبل ايامات من اللي نطلعوا من تونس حد ما كان يتخيل انه منتخبنا باش يلعب فينال ويظهر بالوجه هذايا. تقريبا جل المتابعين ما رشحوش المنتخب خاصه في ظل الغيابات، لكن الحمد لله النتيجه مش خايبه بالنسبه للمنتخب هذا. التورنوا بدات تقريبا بعد المقابله نتاع سوريا والهزيمه نتاع سوريا، نجم نقول انه ربحنا مجموعه في المنتخب الوطني التونسي، ربحنا جماهير كبيره وكبيره برشا، ورات وجه كبير وكبير برشا لهنا في قطر، جماهير التونسيه للعالم الكل مش فقط لهنا في قطر، ان شاء الله زاد الجماهير في تونس ان شاء الله في المواعيد القادمه اللي باش تحقق فيها المنتخب الوطني التونسي يلقاها حاضره. عديد النقاط الايجابيه اكيد في الدوره هذه، ثم نقاط سلبيه ربما للاصلاح في المنتخب الوطني التونسي قبل الكان، كما نقطه حراسه المرمى، كما نقطه الدفاع، لكن نبنيه على الاقل على الايجابي في المسابقه هذه واللي صار في المسابقه هذه، ومن بعد ان شاء الله نتعداو من بعد. بخلاف هذا احمد، بخلاف الكومبيتيشن ما نجموش نحكيو عليه، لكن من الكوتين تاع المنتخب نحكيو على التوانسه لهنا اللي عاونت المنتخب، اللي عاونت التوانسه، اللي جاو برشا عباد نشكرهم كيف كيف. يعني قطر زاد اللي نظمت الدوره هذه تنظيم عالي المستوى الابداع من اول نهار جينا فيه لهنا، من اول نهار بدات فيه الكومبيتيشن حتى اللي نوفات الكومبيتيشن وطريقه التوديع كيفاش كي تتعدى تلقى انت مروح من استاد البيت تلقى ملعب لوسيل مكتوب فيه سيو ان 2092، يعني نشوفوكم في عام 2022 في كاس العالم، برشا حاجات اخرين كيف كيف. يعني الشكر كان بالدرون في رساله في السماء، برشا حاجات بصراحه ما نجم نقولوا عليها، كان ابداع صارت في كاس العرب، ابداع في كاس العرب. ومكي هذه اخر نهار لغتيتنا في كاس العرب، ما يلزمناش نفلتوا الفرصه باش نشكروك على التغطيه المتميزه، على كل الاخبار، على كل الحصريات، على التعب اللي تعبتوا معنا برشا في الكوبا رابا هذيا، صوتك كان مالي نشراتنا وبرامجنا الرياضيه الكل يا مكي، شكرا جزيلا على كل ما قدمته في هذه التغطيه الخاصه بكاس العرب. التصفيقه تجيك من عند زياد ومن عند كل زملائك في موزايك، حتى الناصر راهو يصفق لك، ونتلاقاو في تونس يا مكي ان شاء الله. عايشك احمد، شكرا لك، شكرا لعبك الكل، عايشك. البرازيلي رونالدو اعلن اليوم عن شرائه لنادي البرازيلي اللي بدا فيه مسيرته الاحترافيه سنه 93 ولعب فيه عام واحد 93-94، نادي كورزيرو البرازيلي. رونالدو اللي يملك ايضا نادي فالادوليد الاسباني، ريال بلد الوليد عفوا الاسباني، قال انه سعيد جدا باتمام عمليه شراء النادي اللي يشعر كونه مدين له برشا، وانه سيفعل كل ما يجب القيام به حتى يستعيد كورزيرو مكانته الطبيعيه. النتائج البرة، بداية طبعا بسبب لاعبين المحترفين خارج تونس. سيف الدين الخاوي كان هداف اليوم في مباراة الكأس اللي جمعت فريقه كليرمون فوت بشومبا دافينيون نيم، واللي انتهت بنتيجة 4-0. في البطولات الأوروبية، خلينا نبداو بالكالتشو. بالسيريا، أتلانتا ينهزم أمام روما 4-1، اليوفي ينتصر على بولونيا 2-0، وأوديزي متقدم على كاليري 3-0. في البريمير ليج، أكثر من مقابلة ما تلعبتش بسبب الكوفيد، مانشستر يونايتد ضد برايتون تم تأجيلها، واتفورد ضد كريستال بالاس تم تأجيلها، ساوثهامبتون ضد برينتفورد تم تأجيلها، أستون فيلا ضد بيرنلي تم تأجيلها، ويست هام زاد كيف كيف ضد نورويتش تم تأجيلها، والمباراة الوحيدة اللي تلعبت اليوم في انجلترا جمعة ليدز اللي بأرسنال، وأرسنال هو اللي انتصر بنتيجة 4-0. في الليغا، رايو فاليكانو انتصر على ألافيش 2-0، ريال سوسيداد انهزم أمام فيا ريال 3-1، برشلونة اختف انتصار في دقيقة 85 أمام إلتشي 3-2 بعد ما كان متقدم 2-0، وإشبيليا متعادل في 47 دقيقة مع أتلتيكو مدريد بنتيجة هدف لهدف. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على موقعنا موزايكا فام.